كشف تقرير أمريكي حديث هذا اليوم عن معلومات تعزز تقييمها السابق بتورط إيران في هجمات منشآت أرامكو شهر سبتمبر الفائت حسب أدلة كشفها تحليل لحطام الأسلحة والطائرات، هذه الطائرات المستخدمة في هذا الهجوم، وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء التي أطلعت على هذا التقرير قبل أو اطلعت على هذا التقرير قبل عرضه على مجلس الأمن.